النهارده جايين نعمل ريفيو على سكوتر جديد لسه نازل السوق، لسه منتشرش خالص، لسه عند معرض ابو حواء. سكوتر عليه اسئله كتير جدا، الناس عايزه تعرف ايه السكوتر ده، طب ايه مواصفاته. وانا في شهر امتحانات واضطريت ان انا اجي النهارده. بصوا بقى سكوتر حواء اكس ماكس 150، سكوتر قريب جدا جدا من سكوتر حواء مارينو سبورت، يعني سكوتر تقريبا نفس الامكانيات. هنقارن النهارده، يعني انا هعمل ريفيو عليه النهارده وهقول لكم ايه الفرق ما بينهم، فرق السعر، ايه فرق المواصفات. السكوتر انا شايفه ان هو حلو، بس طبعا مفيش حاجه تخلو من العيوب، هنعرف كل حاجه دلوقتي مع بعض. زي ما قلت لكم النهارده معانا حواء اكس ماكس 150. السكوتر ده فيه كلام كتير عايز اقوله، بس ان شاء الله هلخص لكم الفيديو ده على قد ما اقدر. نبدا اول حاجه بالمواصفات. السكوتر ده 150 سي سي، سعه تانك البنزين 6.5 لتر، وده يخلي التفويله دلوقتي لو لتر البنزين ب 8 جنيه تفويله هتفوله ب 52 جنيه. فرامل امامي وخلفي باكم سي بي اس، طبعا ده اوبشن كويس جدا في الفرامل. هنلاقي ان السكوتر واحد سلندر، تبريد هواء، وطبعا كربراتير، وفي اثنين مساعد خلفي مش واحد بس، والجنوط عندنا امامي وخلفي 16. السكوتر فيه كام حاجه كده مميزه تميزه، ان هو الانوار بتاعته امامي وخلفي ال اي دي، والاعداد بتاعه ديجيتال، وكمان في يو اس بي شاحن تقدر تشحن الموبايل، والفرامل طبعا اللي انا سائلها دي طبعا اوبشن كويس جدا ان هو سي بي اس. طيب سعر السكوتر ده دلوقتي وقت تحميل الفيديو عند معرض ابو حواء، وطبعا السعر ده غير ثابت خالص، في حدود 19.5 20، تمام، ده السعر دلوقتي. طيب نبدا بقى نشوف السكوتر ده من قدام لورا. طيب السكوتر هنلاقي الواجهه الاماميه بتاعته، اول حاجه هنلاحظها هنا الفانوس بتاعه ده شبه جدا سكوتر زينن فيرا كروز، تمام، وهو الحمد لله السكوتر مش بعيد علينا. هنيجي نلف هنا هنلاقي الفانوس بتاعه، بص الفانوس ده هتلاقوه قريب جدا من الاكس ماكس، احفظوا الشكل ده. هنرجع هنا هنلاقيه قريب جدا، ونفس الكلام العداد، العداد بتاعه هو طبعا مش هو هو ولا اي حاجه، بس لا هم قريبين جدا من بعض. انا اول ما شفت السكوتر والله هو السكوتر كان لسه بعيد، انا اخدت بالي ان الموضوع ده جدا قريبين من بعض. شوف كده بقى الانوار وهي شغاله بتاعت السكوتر. طبعا السكوتر الانوار بتاعته قويه جدا، يعني ده النور الواطي، ده النور الخفيف، تمام، ودي الانوار الخفيفه اللي في الصدر، دي اللي مش بتفرش على الارض طبعا، دي حاجه بسيطه خالص. والاشارات هنلاقيها مكمله هنا، تمام، هشوف برضو دلوقتي الاشارات. بص ده كده منظر الاشارات، على فكره كل حاجه ال اي دي، يعني ده دي ميزه جباره في السكوتر بصراحه. والفكره ان هي مش ال اي دي ضعيفه، لا يعني دي ال اي دي قويه جدا. انا شايف الانوار بتاعته العدسه دي بالذات قويه قوي قوي. هنشوف دلوقتي النور العالي برضو، ده كده الانوار العاليه، كده النور العالي هو اللي تحت شغال مع النور الواطي اللي فوق، كده الاشاره، تمام. فانا شايف ان الانوار بتاعته مبدئيا قويه جدا جدا، وانا شايف يعني الدنيا هنا مش ظلمه. يعني هنلاقي بقى شكل السكوتر، انا بصراحه مش عارف اقول عليه كلاسيك ولا رياضي، لان هو عامل ميكس ما بين الاثنين، هو يعني ممكن يكون قالب على رياضي اكتر، تمام. بس لما نيجي هنشوف السكوتر من هنا ناحيه الكونتاك والعداد هنلاقيه كلاسيك، فالموضوع ده بصراحه كان محيرني جدا. فهنلاقي هنا العجله زي ما قلت لكم الجنط 16، تمام، فرامل طبعا زي ما قلت لكم باكم سي بي اس، مكتوبه سي بي اس بتاعتنا هنا، وانا شايف على فكره ان هي هنا الباكم الديسك بتاعها كبير وكويس جدا. هنلاقي ان رفرف بعيد نسبيا عن العجله، وهنلاقي ان هو في شويه لعب بسيط هنا، يعني هتلاقوا برده اللعب ده. انا شايف ان هو السكوتر على فكره شيك، يعني انا شايفه ان هو شيك بصراحه، وان هو شكله مش وحش خالص خالص من الواجهه الاماميه. طبعا انتوا لاحظتوا اكيد يعني الانوار اللي بتفرش على الارض متحركه مع الجدون، تمام، فدي كده الواجهه الاماميه بتاعت السكوتر. نشوف الواجهه الخلفيه مع بعض. الواجهه الاماميه كانت عجباني جدا، لكن الواجهه الخلفيه عجباني اكتر واكتر. يعني انا بحب جدا الانوار المودرن دي، بحب جدا ان هم لما بيحطوا الحاجات كلها متصله ببعض، يعني ده كده بيدل قد ايه ان السكوتر مودرن، وبالذات من الواجهه الخلفيه، تمام. دي هتلاقي كده النور بتاعك، هلاقي هنا عكس نور تحت وعكس نور من على الجناب، طبعا المكان اللي انت بتحط عليه النمر بتاعتك. هو الديل قصير، تمام، يعني انت هتلاقي الديل مش نازل لتحت قوي، بس هو لا اكيد بيحمي الموتوسيكل او السكوتر من الميه والتراب، لان زي ما انتم شايفين هو على العجله على طول، فمفيش ميه او حاجه هتطلع على فوق، تمام. طبعا نفس الكلام هنا، فرامل باكم وجنط 16 نفس الكلام وكل حاجه. دي كده الواجهه الخلفيه، وطبعا ده مكان تحط عليه بوكس، ده الحته دي ده كفر كده بيتفك، تقدر تركب هنا توب بوكس، ده المكان اللي راكب خلفي بيمسك فيه. هنشوف بقى مع بعض الحته دي. بص الحته دي بصراحه ده تعليقي على السكوتر من الناحيه دي، انا شايف الحته دي وحشه، وهو باين اكتر هنا،
بصوا في السكوتر الابيض، انا بصراحه الحته دي مش عجباني بالمره. هنا باين اكتر ان السكوتر هنا شكله مش حلو. ده طبعا ده ذوقي انا، يعني ده رايي الشخصي. ممكن طبعا حد تاني يشوف ان هو حلو، يعني حاولوا يحطوا تاتش كده يكسر المكان الساده خالص. ده انا عاجبني جدا الواجهه الاماميه والخلفيه، لكن المنطقه هنا مش عاجباني خالص. ده هنا هتلاقي مكان تعلق عليه اي حاجه، وهنا الشاحن. تمام، نرجع تاني بقى للسكوتر اللي احنا بدانا عليه. زي ما قلت لكم هنا تعلقوا حاجه، والشاحن على الشمال، والكونتاك هنا طبعا بسيط جدا، بيقفل الجدون ويفتح الكونتاك ويفتح الشنطه. تمام، نشوف بس مع بعض العداد الاول. العداد هنا هتلاقوه بسيط جدا، انا شايف ان هو شيك. زي ما قلت لكم هو العداد ديجيتال تحت. تمام، يعني انا قلت لكم في الاول خالص المواصفات، الحاجات المميزه الانوار ال اي دي، والعداد ديجيتال جزء منه ديجيتال وجزء منه عقرب. هنشوف برده لما نيجي نشغل الكونتاك. بصوا انا شايفه شيك جدا بصراحه، انا عاجبني جدا العداد ده، وان هو متوسط كده في النص، تحس ان هو بس هو كلاسيك كلاسيك جدا، يعني القعده هنا كلاسيك. عشان كده بقول لكم انا محتار السكوتر ده يعني سبور ولا كلاسيك، انا مش عارف بصراحه. فهنا المنظر كلاسيك جدا. تمام، هتلاقي ان هنا اعداد السرعه بتاعتك، طبعا هو هنا اخرها 140 بس، يعني ده في الغالب مش هعدي ال 100 يعني. تمام، هنا هتلاقي ساعه التانك بتاعتك، هنا الحته الديجيتال بقى اللي بقول لكم عليها ساعه التانك. تمام، هنا الساعه وتريب طبعا التوتال ضغطه هنا. بصوا تحسها تاتش كمان، يعني انا مش بدوس، انا يا دوب بلمس بس، ما فيش حاجه بضغط عليها وبلمس. هنا بيجيب لك التريب والتوتال بتاع السكوتر، وهنا اهو كده قايل لك ان هو ماشي 2 كيلو كده. طبعا ابتدي اشاره شمال ويمين، والغريب قوي بقى ان هنا يعني هي اشارات بس بصوا اد واحد يمين وفي واحده شمال هيديك الانتظار. شوف الانتظار وهو شغال مع بعض، شكله جميل جدا يا جماعه بصراحه. انا عجبني اول الاشارات هنا ان هي مكمله موضوع الانوار الخفيفه دي، عجباني جدا بصراحه. بس بصوا يعني الفرق ما بين الواجهه الاماميه الشبه رياضيه، ولما نيجي نرجع تاني للعداد بتاعنا الكلاسيك. المكان كله بصراحه كلاسيك، يعني كل حته حتى المنطقه الساده دي اللي مش عجباني كلاسيك، يعني مش رياضيه، ما فيش اي حاجه رياضيه. ضغطه طبعا في النص يقفل الانتظار، تحتي هنا كلاكس، هنا انوار النور الواطي والنور العالي، وهنا طبعا ضغطه كده بتعمل باس. بصوا يعمل هنا، وبصوا بقى القوه بتاعت الانوار هنا في عز ضوء النهار. بصوا باينه قد ايه، يعني بصوا المسافه بعيده بس الانوار بتاعته قويه جدا بصراحه. بصوا لا انا شايف ان الانوار بتاعته هنا قويه جدا. هتلاقي هنا طبعا تقفل الانوار بتاعتك وتفتحها زي اي سكوتر، والمرش بتاعك. تمام، ده كده ملخص العداد بالزراير بكل حاجه. وهتلاقي طبعا المرايه بتاعتك، المرايه بقى برده مديه على رياضي، على واجهه رياضيه شويه. بص الحواف الكتير دي. طب نشوف الكرسي. الكرسي طبعا بيتفتح من الكونتاك بس ملوش زرار. بصوا الشنطه يعني انا حاسسها ضعيفه نسبيا، بصوا عماله ترقص ازاي، معرفش هل ده عيب في السكوتر ده بس ولا في بقيه السكوترات، بس انا حاسس ان هي المفصل هنا ضعيف جدا. طيب هنلاقي هنا الشنطه، يعني هي ممكن تاخد خوذه صغيره في الغالب، ممكن تاخد خوذه، يعني هي ممكن الحته دي بس تعصلك الدنيا شويه، الحته اللي طالعه هنا دي طبعا دي تحتيها هتلاقي الكربلاتير، فهي ممكن تاخد خوذه ممكن لا، يعني انت وحظك، بس ممكن تاخد خوذه. طبعا بيجي معاها عده صغيره كده، حاجه بسيطه يعني. وهنا هنلاقي مكان البنزين بس كده، مفيش اي حاجه ثانيه. الكرسي بتاعنا هنلاقيه ان هو بصراحه عاجبني، يعني انا لسه شايل الكيس دلوقتي بصراحه، بس انا لقيت ان هو جميل يعني. بصوا حوا هنا مكتوبه بشكل شيك قوي، ويعني التمجيد نفسه بتاع الكرسي حلو. بصوا المكان ده كله، لا انا شايف ان الكرسي نظيف، والخامه بتاعته والكواليتي بتاعته نظيفه. تمام، فانا شايف ان الكرسي كويس. طبعا هنلاقي البودي بتاع السكوتر بسيط جدا، لان هو هنا كله نفس اللون. بصوا نروح للون الابيض بصراحه اكتر، لانه هيبان اكتر فيه هناك اللون الغامق. تمام، هنا مكتوب بقى الاكس ماكس، هو في اختلاف برضه على فكره ما بين ده، مكتوب هنا اكس ماكس وهنا اكس ماكس، مش مكتوبه بستيكر، لا هي مكتوبه بصوا ببلاستيك كده وحاجه اشيك يعني. خلينا في الابيض عشان باين اكتر، هو نفس كل حاجه كده كده يعني. بصوا ده مكان بيتحط عليه رجل بس برضه مش عاجبني. بصوا هو الفكره يعني لا هو مش داخل مش مظبوط، هو ده كده مظبوط، لا ده كده مظبوط. تمام، دي كده حته مظبوطه، ممكن يكونوا هم يعني بدلوا اللي ورا دول مش مظبوطين، هو ده كده المفروض المظبوط ان هو يبقى داخل كده، ده كده شكله حلو. تمام، فده كده ده المكان اللي الركب الخلفي بيحط عليه رجله، بيخش جوه بالشكل المظبوط ده. نشوف مع بعض
المساعدين. هتلاقي ان في هنا ورا اتنين مساعدين خلفي، ودي حاجه كويسه. هنلاقي هنا الجاكمان، الجاكمان رياضي، شكله رياضي وشكله حلو جدا، انا عاجبني جدا اللي هو المكان الخارجي بتاعها ده. وهتلاقي الكوفر، طبعا الكوفر ده بيحميها من اي وقعه ولا اي حاجه، فانا بحب جدا اي جاكمان يبقى عليه كوفر. طبعا ده مكان تغيير الزيت، تمام. ده كده يعني الشكل مجمل. هنبص بص على الابيض، الابيض منطقه شويه يعني باين فيه اكتر الديتيلز، بس انا شايف ان اللون ده احلى يعني، هو وهو مغمقه. طيب بالنسبه بقى الفرق ما بينه وبين المارينو سبورت، الفرق الاساسي في كل الكلام ده، سعر تانك البنزين هنا اكبر بلتر واحد بس، يعني هنا اكبر بلتر واحد فقط، لكن فرق السعر هتلاقيه كبير نسبيا. المارينو سبورت بحوالي حاليا بحوالي 16,500، اما ده يعني في الغالب هينزل ب 20,000 جنيه، يعني فرق 3,500 جنيه. طب ايه الفرق الاساسي اللي ما بينه وبين المارينو سبورت اللي يخليك يعني تشتري ده وما تشتريش المارينو سبورت؟ طيب انا هقول لكم زي الحاجات الاساسيه. الفرق ما بينه هو اول حاجه سعه تانك البنزين هنا اكبر بلتر، تاني حاجه الحجم، هتلاقي الحجم هنا اكبر، تمام. انا دلوقتي برضو هديكوا ايه بصه كده سريعه على المارينو سبورت، لكن هنا هتلاقي حجمه اكبر نسبيا، تمام. في فبر اكتر في يعني، لكن بقى كل الحاجات التانيه كلها هي اللي هو مثلا الفرامل، نفس الانوار ال اي دي، الاعداد الديجيتال، تمام. يلا نبص بص على مارينو سبورت. بصوا انا بقى هوريكم طقم مارينو سبورت، مش سكوتر واحد. بصوا هنا طبعا هنلاحظ ان الفرق في الحجم هنا اصغر، يعني خلينا في اللون الابيض، ابيض في احمر ده. طبعا زي ما انتم شايفين الكرسي نفسه اصلا بيبين ان السكوتر هنا اصغر، بالذات الحته اللي ورا دي، تمام. هنا طبعا مش هتلاقي ان في مكان تحط عليه بوكس، مش هتلاقي هنا توب بوكس، هتلاقي فيبر ورا قليل، لا هتلاقي الدنيا هنا ابسط شويه، لكن هتلاقي كل حاجه تانية هي. هتلاقي حتى العداد هنا في برضو موضوع العقرب وحته ديجيتال، زي ما بقول لكم هو كل حاجه يعني شبه بعض جدا. يعني من الاخر هنلخص ان الاثنين الفرق ما بينهم اللتر البنزين ده والحجم بس. فدي طبعا فرق اذواق، انا عن نفسي شايف ان هو ده سعره يعني اغلى من مارينو سبورت بحبه حلوين، كان ممكن يكون مثلا بالكثير ب 18,000 يعني. بصراحه ده لو ب 18,000 كان هيبقى سعره مناسب جدا جدا. طبعا هي كلها كده كده فرق اذواق، لكن هو لو كان ب 18,000 يعني اعلى من المارينو سبورت ب 1,500 بس، كان هيعمل فرق احسن بكتير، كان هيبقى عليه طلب اكتر، عشان الفرق ما بينهم مش كبير للدرجه ان احنا يعني ندفع فرق 3,500. بالنسبه لقطع الغيار، والله لسه دي حاجه ما اعرفهاش قوي، لكن في الغالب هي لسه ما توفرتش. طبعا اي حاجه كده كده بتنزل جديده قطع غيارها ما بتبقاش متوفره على طول، فممكن تبقوا تستفسروا بقى من المعارض المتاحه عندها. طبعا ده لسه اصلا ما نزلش عند المعارض، يعني ده لسه في اسكندريه ما نزلش منه ولا قطعه، عشان كده انا جاي برده اليوب عند ابو حواء ان انا اصورها، فلسه ما نزلش اسكندريه السكوتر نفسه، فما بالكم قطع الغيار. طبعا لسه هتتاخر شويه عبال ما تنزل او تتوفر. وده كان ريفيو كامل عن سكوتر حواء اكس ماكس 150. لو حد عنده اي اسئله اكتبها في الكومنتات، برد على الكومنتات كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.